مرحبا ويسعد أوقاتكم. في هذا الفيديو رح يكون الجزء الثاني لتزيين كوكيز الأعياد باستخدام الشوكولاتة. رح نعمل مراجعة بسيطة. قمنا بتجهيز عجينة كوكيز السكر وقطعناها بقطاعات مختلفة، دخلناها على الفرن وتركناها حتى تبرد تماما، وكمان جهزنا الشوكولاتة المطبوعة بعبارات خاصة والمحفورة بعبارات عيد سعيد وغيرها وأشكال هلال ونجمة ومسجد وغيرها. أرجو منكم مشاهدة الجزء الأول للتفاصيل. الآن رح نكمل تزيين الكوكيز. بالنسبة للشوكولاتة المسكوبة بالترانسفير شيت، بعد ما جمدت قلبتهم على صحن وبكونوا هيك جاهزين حتى نزين فيهم الكوكيز. لكن قبل ما أبدأ بالتزيين بدي أستخدم الداست الذهبي أو البرونزي حتى أبرز تفاصيل القطع، مثلا هذا الهلال والنجمة، طبعا وباستخدام ريشة ناعمة جدا مخصصة للشوكولاتة والداست زي ما شايفين. والآن رح أبدأ بتزيين الكوكيز. بدي أخذ قطعة كوكي على شكل نجمة وأضع بالمنتصف الهلال اللي أنا أصلاً أوريدي زينته بالداست، وبلزقه باستخدام الشوكولاتة السائلة، وكمان بحط النجمة وبلزقها داخل الهلال على قطعة الكوكي. وبعدين بعد ما أثبتهم منيح باستخدام التمبرد ميلك أو وايت شوكليت بعمل خطوط بشكل طولي على أطراف النجمة زي ما شايفين، وبعدين بتركها حتى تجمد الشوكولاتة تماما، وبعمل نفس الطريقة بكل قطع الكوكيز اللي على شكل نجمة وبحطهم بالثلاجة حتى يجمدوا تماما. نبدأ بقطعة تانية. عندي قطعة الشوكولاتة هاي المحفور عليها عيد سعيد، لكن مش واضح الحفر، فأنا حتى أوضح الكتابة وتفاصيل الزخارف بستخدم الداست أو شيء الداست البرونز، وبفرده على سطح الشوكولاتة. شوفوا كيف بينت الكتابة وبينت الزخارف بشكل جميل جدا. والآن قبل ما أحط قطعة الشوكولاتة اللي حطيت عليها الداست على قطعة الكوكيز على شكل مضلع، بدي أزين أطرافها بخطوط من الشوكولاتة أو دوائر، يعني زي ما بتحبوا. أنا رح أعمل داير ما يدور هاي الحبة، دوائر متصلة مع بعض باستخدام الميلك شوكليت زي ما شايفين بالفيديو، وبحط بالمنتصف نقطة شوكولاتة حتى ألزق عليها الشوكولاتة المحفورة زي ما هو واضح قدامكم. وشوفوا كيف طلعت حلوة ومرتبة، وبحطها على جنب حتى تجمد تماما، وبعمل لكل القطع اللي بتشبهها بنفس الطريقة. وكمان بقية القطع اللي استخرجتها من الترانسفير شيت بزين فيها قطع الكوكيز بنفس هاي الطريقة. هلا رح نيجي لقطع الكوكيز اللي على شكل مسجد أو جامع. رح أستخدم الشوكولاتة البيضة وشوكولاتة الميلك، بحطهم بكيس الكريمة وبثقب الكيس ثقب صغير جدا. الآن بستخدم شوكولاتة الحليب، برسم الحدود الخارجية لحبة الكوكي اللي على شكل مسجد زي ما شايفين بالفيديو، وكمان بحدد الحدود الداخلية لهذا المسجد زي ما هو واضح قدامكم، يعني بمعنى آخر بحدد معالم حبة الكوكي باللون الغامق. وبعد ما أخلصه تماما بحط القطعة على جنب وبعمل بقية قطع الكوكيز اللي على هذا الشكل نفس الشيء، يعني بعمل الخطوط أو الحدود الخارجية والحدود الداخلية فقط، وبتركها على جنب أو بالثلاجة حتى تجمد تماما. وبعد ما تجمد الشوكولاتة الغامقة أو الميلك شوكليت، أبدأ بتعبئة الفراغات باستخدام شوكولاتة البيضة. بحاول أعبي الفراغات وأشتغل بشوية تركيز
وكمان ما بنسى انه كل فترة وفترة بهز حبة الكوكي حتى يتساوى سطح الشوكولاتة البيضة، وبلونها كلها، يعني كلها بغطيها بالشوكولاتة البيضة والميلك شوكليت. بعد ما أخلص بحطها بالثلاجة برضو حتى تبرد تماما، يعني حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة. هلأ بعد ما تجمد كتير منيح رح أبدأ بعملية التعتيق باستخدام الدست، وما بنسى كمان الريشة الناعمة. الألوان رح أستعملها ذهبي وبرونزي وفضي. أقوم الآن بالتلوين حسب الرغبة، يعني أجزاء بلونها باللون الفضي، جزء بلونه باللون الذهبي، ممكن كلها أعملها لون واحد، ممكن أشكل وعند القبب مثلا بحط اللون البرونزي. يعني هذا تزيين برجع حسب رغبتكم، لكن عملية وضع الدست بتعطيه تعتيق جميل جدا. وبس أخلصه، شوفوا ما أحلى شكله، جامع بتزيين رائع بصراحة. وكمان على باقي حبات الكوكي بحط الرتوش النهائية بواسطة الدست بالألوان اللي أنا بدي إياها وبالريشة الناعمة زي ما حكينا. هذا إشي بيعطي مؤثرات كتير حلوة وكتير جميلة لحبات الكوكيز. اللي بيميز هذه الكوكيز إنه طعمها غني جدا وخرافي بصراحة، لأنه الكوكيز كتير طيبين والشوكولاتة كمان كتير طيبة، فإذا اجتمعوا سوا ينتج طعم خرافي. والتزيين بالشوكولاتة أطيب كتير من التزيين بالآيسينج شوغر 100 مرة. جربوها وادعوا لي. شوفوا هاي أشكال الكوكيز بعد التزيين، كتير كتير حلوة وكتير كتير طيبة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا عجبكم تذكروا تعملوا لايك وتعملوا شير وسبسكرايب للي مش عامل، وتدعمونا بتعليق حلو أو أي سؤال. وكمان حابة أذكركم إنه إحنا عنا دورات للي حابين يتعلموا ويعملوا مشروع للشوكولاتة، واللي بحب يعرف أسرار الشوكولاتة وكل شيء بتعلق فيها وبحشواتها بكل شيء، اتفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت echocolatier.com، وراح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف وروابط حساباتنا كلها. بانتظار تعليقاتكم وأسئلتكم، وشكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.